أقدم حاجات من زمن فات. أول مقطع معانا بيرجع لسنة 1930 لواحد من أقدم الروبوتات واسمه إلكترو. وهنا إلكترو بيورينا مهاراته في نفخ البالونة. برافو إلكترو. ومعانا ومعاكم البوتاجاز الطائر. وفي سنة 1912 الأخ ده اخترع الإيد الصناعية دي. وتعددة الوظائف، مالتي تاسك. ولو زمان كنت مزنوق في ركنة فممكن تطبق العربية عادي. قول لنا في التعليقات أكتر مقطع عجبك فيهم.